السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وانا وسعادة كده. فيديو النهاردة يا جماعة من الفيديوهات المهمة جدا، ويمكن من اهم الفيديوهات اللي نزلت على القناة، وهو بفضل الله بيتحدث عن عادة. افعل هذه العادة يوميا وانظر كيف ستجلب الاموال اليك، وكيف ستجلب الارزاق اليك، وماذا سيحدث لحياتك بعد ان تداوم على هذه العادة. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان العاده بتاعت النهارده دي اولا امرنا بيها القران الكريم، يعني هذه العاده اللي احنا نذكرها النهارده اللي هتعملها يوميا امرنا بيها القران الكريم. ثانيا، هذه العاده من المجربات الخاصه بيا انا شخصيا، يعني انا ساعات كنت بجرب العاده دي وكانت بتفرق معايا بشكل كبير. ثالثا، انا عايز اقول لكم يا جماعه ان العاده دي تنفع لمين، يعني الحاجه اللي هنقولها النهارده دي تنفع لمين. تنفع لكل شخص يا جماعه عايز الله يمن عليه بجميع الارزاق، سواء الرزق الخاص بالمال او غيره من الارزاق. يعني لو انت كنت عايز ربنا يفتحها عليك في حياتك كلها، داوم على الحاجات اللي قلتها لك دي يوميا، العادة دي داوم عليها يوميا. تاني حاجة ايضا تنفع لكل شخص بيعاني النحوسات والتعطيلات في حياته، فبالتالي لو انت كنت فتاة بتعاني من تأخر الزواج، او انت كنت سيدة زوجك مثلا في مشاكل، مش يعني مش عارف يشتغل كده، انصحك بهذه الفائدة. اي ضيق او اي مشكلة معاكي هتجد المخرج بعدها مباشرة باذن الله، وانا واثق من الكلام اللي بقوله لك. يا جماعة هذه الفائدة بتستخدم في تفريج الهم والخروج من كل المأزق، يعني ممكن تبقى واقف في موقف، الموقف ده مشكلة جدا مش قادر تتحكم فيه او مش قادر تعديه، بس بفضل وبركة الله أولا ثم فضل وبركة هذه العادة المباركة اللي انت هتعملها يوميا، ممكن تلاقي النورانيات والروحانيات بتاعت هذه العادة المباركة هتلاقيها اشتغلت معاك، وتفرق ايه اللي هيحصل في حياتك بعديها. فبالتالي يا جماعة انا عايز اقول لكم بجد، انا بطبعي الفيصل بيني وبين اي شخص يشاهدني هي النتيجة، جرب ولك النتيجة بعد ذلك. انا واثق من الكلام اللي بقوله لكم، لان انا واثق في كلام ربي سبحانه وتعالى. حسينا ان احنا نتدبر القرآن وغير ذلك من ادوات التشجيع اللي ربنا اللي الله تعالى شجعنا عليها يعني. طبعا اكيد في منكم كتير يا جماعة عايزين يعرفوا ايه هي العادة ويعملوها ازاي وكده، هقول لكم دلوقتي يا جماعة على طول. بس قبل ما ابدأ في ذكر الفائدة تفصيلا، يا ريت لو انت جديد معايا في القناة تشترك في القناة، ولو انت معانا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعو لنا كده بالتوفيق. وعشان ما اطولش عليكم هبدأ لكم على طول يا جماعة في ذكر الفائدة. يا جماعة هذه العادة انت تفضل تمارسها يوميا، يعني ما تجيش مثلا تعملها لمدة اسبوع وتقعد عنها، لا خليها من يومياتك. انت لما بتشتغل مثلا بتستحمل في شغلك 6 7 ساعات، العادة دي مش هتاخد منك اكتر من نص ساعة او ساعة، بس زي ما قلت لك اهم ساعة في حياتك كلها هتفرق في حياتك كلها هي الساعة اللي هتعمل فيها العادة اليومية دي. طيب هعمل ايه يا عبد الله؟ طبعا يا جماعة اولا ما لهاش الفايدة دي ليها يوم معين او كده، هو اهم حاجة ان انت تعملها في اليوم، يعني ما تعديش يومك غير ما تعملها. طب ايه يا عبد الله الحاجه اللي انا اعملها يوميا دي عشان ربنا يمن عليا بالفوائد والثمرات اللي انت قلتها؟ يا جماعه اللي انتوا لازم تمارسوها يوميا هي اولا ان انتوا لازم ما تعدوش يومكم غير اما تستغفروا الله تعالى بهذه الصيغه 150 مره كل يوم. يا جماعه كل يوم اوعى تعدي يومكم غير اما تستغفروا الله تعالى 150 مره. الله تعالى قال: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني الله تعالى وعد اللي يستغفر باستمرار، شوفوا وعده بإيه، ينزل السماء عليكم مدرارا. شايفين مدرارا ازاي يا جماعه؟ يعني هيملأكم بالخيرات، هيملأ حياتكم كلها بالخيرات، شايفين لدرجه ايه؟ يبقى اذا دي اول حاجه تعملوها الاستغفار بهذه الصيغه يوميا. طب ايه الصيغه اللي انا استغفر بها الله تعالى يا عبد الله؟ الصيغه يا جماعه هي استغفر الله العظيم واتوب اليه، تمام؟ دي اول حاجه تعملوها، ودي من العاده يعني اللي هتعملوها. تاني حاجه اوعوا تعدوا يومكم يا جماعه غير اما تقراوا سوره ياسين لو مره واحده بس. طب في حد لا يحسن القراءه والكتابه ومش عارف يقرا، خلاص اسمعها. اهم حاجه اوعوا تعدوا يومكم غير اما تشغلوا سوره ياسين. سوره ياسين دي يا جماعه عليها اصرار لا تعد ولا تحصى بجد. تالت حاجه تعملوها يا جماعه، ودي اخر حاجه في العاده اللي هتعملوها خالص، هي ان انتوا تقراوا ايه الكرسي 5 مرات. لو انتوا قرأتوا آية الكرسي 5 مرات يوميا بإذن الله في اليوم ده لن يصيبكم هم، لن يصيبكم فقر، لن يصيبكم أي مشاكل في منزلكم مهما كانت، أي مشكلة هتلاقوا لها الحل والمخرج بفضل الله. اللي هيعمل العادة اللي مكونة من 3 عناصر اللي هي الاستغفار يوميا بالصيغة اللي أنا قلتها 150 مرة يوميا، قراءة سورة ياسين ولو مرة واحدة، قراءة آية الكرسي 5 مرات، قراءة آية الكرسي 5 مرات،
انا عايز اقول لكم، انا مش هقول لكم بعد شهر، لا بعدها بايام، يشوف الفرق اللي هيحصل في حياته والرزق اللي هيملأ حياته بشكل هو ذات نفسه هيسيبه بالذهول. كده يكون الفيديو خلص يا جماعة، اسأل الله ان يوفقكم يا رب ويحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.